بنزور احمد وان شاء الله بنطمئن عليه ويبقى زي الفل. طبعا يعني تلقى تعنت جديره النهارده من بعض المجرمين، طلب المجرمين دول ليسوا طلب على الاطلاق، شويه مجرمين موجودين في الجامعه، وباذن الله يعني كل ما يمتد يده الى احمد ان شاء الله سيتم قطعه باذن الله تعالى. سنبتره من الجامعه لاساتذه الجامعه. انت اساتذه الجامعه اللي اعضاء هيئه التدريس يا سيدي، احنا اللي عايز يوقف يوقف، اللي عايز يعبر بحريه عن رايه يعبر، لكن دون شغف، دون عنف، دون ان يحمل سلاح. لكن النهارده زي ما احنا شفنا هذه ليست وقفات ولا حريه تعبير عن راي، وانما دي ارتكاب جريمه. احنا اللي عايز يعبر عن رايه بوقفه او يشيل يافطه او يتكلم او ينادي او احنا مفيش مشكله، ولكن المشكلة حينما يصحب ذلك أعمال عنف أو اعتداء على أفراد الأمن، ده جريمة كبرى لن تمر بسلام.